من أحاديث الفتن ما جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين أيديكم لهرجا، يعني لقتلى. فقالوا يا رسول الله ألا ترى أن نقتل من المشركين في العام كذا وكذا؟ قال عليه الصلاة والسلام ليس بقتلكم للمشركين، إنما يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. قالوا يا رسول الله أولنا عقول آنذاك؟ قال لا، تنزع عقول ذلك العصر ويخلف فيه هباء الناس الذين لا عقول لهم، والهباء من الناس هم أصحاب الخفة والرأي الضعيف، مثل الهباء الذي يطير ليس فيه رزانة وليس فيه ثقل ورأي. من أحاديث الفتن أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود أكثر من فتنة وعظمها، فقالوا يا رسول الله إن هذه لمهلكتنا. فقال عليه الصلاة والسلام إن بحسبكم القتل، فالباء زائدة، يعني إن حسبكم القتل. فيريد عليه الصلاة والسلام أن هذه الفتنة لا تقضي على أخراهم، وإنما تقضي على دنياهم فقط، وذلك بزهق أرواحهم.